كنا بنتابع صحافة، يبقى أكيد القضية الأبرز القضية الفلسطينية وتبعاتها الإنسانية والأوضاع في غزة. يمكن لسه كنا بنقول إن يوميا يا جماعة في صباح مساء تقريبا هتلاقي معانا تقرير عن غزة أو عن الأوضاع المأساوية هناك، خصوصا إنه إحنا يعني نكاد نكون مستوعبين ده أو بنستشفه من حالة الدمار اللي بتحصل. حتى النازحين شكل، وده وضع طبيعي لانه شردوا من منازلهم ودمرت منازلهم، اكبر يعني عددهم يمكن اكبر من قدره الاماكن على استيعابهم، وبالتالي اكيد عندهم قصص وحكايات ماساويه كثيره جدا، خصوصا في المناطق التابعه لوكاله غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانروا، في المدارس، في قصص كثيره جدا ماساويه للنازحين الفلسطينيين. خلينا نتابعها من خلال هذا التقرير. خلال أيام العدوان الإسرائيلي لم تتوقف الطائرات الحربية الإسرائيلية عن استهداف وتدمير بيوت المدنيين بشكل مباشر ومتعمد لتنفيذ أهداف سياسية ونفسية تحاول إسرائيل فرضها على أرض الواقع. العدد حتى الآن 420 ألف في قطاع غزة عامة، 425 ألف نسمة، يعني عبارة عن ثلث قطاع غزة تقريبا، يعني ما يقارب الثلث، وهذا عدد فعلا ضخم جدا في مدارس الوكالة ومدارس الحكومة، ولكن هناك أنا أتوقع أنه حوالي 55% من هذا العدد سيرجع إلى بيوته. هناك بيوت، ولأنه جميع الناس خرجت خوفا على أبنائها وأطفالها ونسائها وبناتهم. هنا في أحد مراكز الإيواء التابعة للأونروا حكاية عائلة تنطبق على الكثير من أهل القطاع المدمر، عائلة حجاج التي هربت من الموت نحو الحد الأدنى من الحياة، تعيش حالة قلق وتخوف من المجهول القادم. كنا قاعدين 86 نفر فوق بعضنا، يعني وعدها قربت المدرسة، وين بدنا نروح؟ مش عارفين وين نروح، مستقبل أولادنا بتضيع، مش عارفين وين نسكن بعد ما نروح من المدارس. أوضاع معيشية وصحية كارثية يعيشها النازحون في مراكز الإيواء. احنا زي ما انتم شايفين عايشين هنا في درج ب 80 نفر صغار مع كبار مع نسوان، والوضع هنا مأساوي جدا، والناس لما بروحوا الحمامات بروحوا بالدور، والاطفال مش لاحقين يعيوا سخون ايش نتج وايش سخونه وايش سهان. ابن اخويا بيجي له اسبوع في نايم في النصر. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا أكدت أن تقديم مساعداتها للنازحين المدمرة بيوتهم يعتمد على وقف إطلاق النار بشكل نهائي. في حال عدم وجود إطلاق وقف لإطلاق النار، كيف يمكن لنا أن نخرج هؤلاء الناس من المدارس؟ لكن امتداد فترة وقف إطلاق النار يعني أن عدد كبير منهم سيغادر هذه المدارس، حتى لو تبقى بضعة آلاف في مدارس الأونروا ليس لدينا أي مشكلة. بالنسبة للمساعدات، نعم سنقدم مساعدات لهؤلاء الناس، ولكن بدون وقف إطلاق النار لا يمكن لنا أن نتصرف في هذا الإطار. فآلاف النازحين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء مطالبين بسرعة إيجاد حلول لهم. قصص إنسانية وتعبير بسيط عن واقع كارثي يحتاج لحلول فورية لمأساة يعيشها أكثر من 400 ألف نازح فلسطيني. ففي غزة لا فرق بين الحياة والموت، فأهلها بانتظار أمل يتحدى الموت البطيء. نيفين سليم، آل غد العربي، غزة، فلسطين. أمل يتحدى الموت البطيء، لكن لا يا غزة. خلينا مشاهدينا الكرام